إذن عن تداعيات تمرد مجموعة فاغنر على الكرملين، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد مرحبا بكم. إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية العصيان والتمرد على الجيش الروسي قبيل إعلان مقترح شامل لعودة عناصر فاغنر إلى قواعدهم، وذلك حسب ما صرح قائدهم حقنا للدماء. كيف وصلت الأمور سيادة العقيد إلى هذا الحد؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. مجموعة فاغنر هي مجموعة قتالية تضم عتاة المجرمين والسجناء التي أنشأها بريغوجين طباخ الكريملين أو صديق بوتين. بوتين استخدم هذه المجموعة الإجرامية في أعمال غير قانونية في سوريا، في مالي، في السودان، في ليبيا، في أوكرانيا، في أماكن أخرى. إلا أن هذه تطلعات بريغوجين كانت أعلى من المكان التي هو فيها، فرفض أمر بوتين بأن تكون فاغنر وقوات أحمد الشيشانية وغيرها تحت سقف ومظلة الدفاع الروسية، وزارة الدفاع الروسية. بريغوجين كان دائما يتطلع إلى منصب سياسي أو أن تكون قواته عبارة عن جيش موازي في روسيا، وكان دائما ينعت ضباط الجيش الروسي وقادته مثل غراسيموف رئيس الأركان وشويغو وزير الدفاع وبعض القادة الميدانيين بالجبن وبالتخاذل وبعدم الوطنية، وبأنهم لم يقدموا ما يريده بريغوجين لقواته. مثلا الأعداد كبيرة من الذخائر وخاصة المدفعية، وكان دائما يقول بأن قواته هي التي حررت باخموتا وسوليدير وغيرها من المناطق الأوكرانية. لذلك كان هناك خلاف شديد بينه وبين القيادة العسكرية. مؤخرا قامت قوات وزارة الدفاع بضرب بعض المواقع لقوات فاغنر، هكذا اتهمها بريغوجين، وهي كانت الشرارة التي أدت إلى تمرد بريغوجين والتقدم باتجاه عدة مدن. يعني المستغرب بأن دولة عظمى كالاتحاد الروسي يكون هناك يعني منظمة عسكرية أو شبه عسكرية تعدادها بحدود 30,000 مقاتل جلهم من السجناء، تستطيع أن تسيطر على عدة مدن وأن تتقدم باتجاه موسكو وتهدد بإعدام وزير الدفاع، ومن ثم فجأة يعني تكون وساطة لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الذي كذلك يعني له صداقات مع بريغوجين وله صداقات مع بوتين، يستطيع أن يطفئ هذه النار ويأمر بريغوجين بأن تعود كل قوات فاغنر إلى سكناتها وإلى قواعدها وكأن شيئا في هذه النقطة. سيادة العقيد، بيلاروسيا كما تفضلتم أعلنت تقديم مقترح لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر، هل ستكون هذه الضمانات كافية لرأب الصدع الروسي سيادة العقيد؟ يعني بريغوجين أتوقع بأنه سيكون مصيره في مينسك في بيلاروسيا، وأن مقاتليه تم الإعفاء عنهم يعني، وأن وزارة العدل والدفاع الروسية من ضمن الاتفاق يعني رفعت إشارة الخيانة وإشارة المحكمة الجنائية على بريغوجين. وأنا أتوقع بأن ما قاله بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن أمر تعيين وتبديل القيادة العسكرية هي أمر رئيس الاتحاد الروسي، يعني بأن هناك تعديلات وربما يكون شويغو وكريسيموف رئيس الأركان ووزير الدفاع ضحية هذا الاتفاق، أو ربما لإنقاذ بوتين. ومن هذه الورطة الاقتصادية والورطة الاجتماعية وكذلك العسكرية التي مني بها بشكل كبير خلال عام ونصف في الحرب ضد أوكرانيا، وتحميل المسؤولية للقادة العسكريين، وبذلك يكون يعني بوتين ربح في هذا هذه المسرحية. طيب. أو هذه العملية التي
نفذها بريكوجين. سيادة العقيد، هل ترجح تلقي مجموعة فاغنر دعما من داخل جهات في الجيش الروسي كي تقوم بهذا التمرد، أو ربما تلقت دعما من جهات دولية، هل ترجح ذلك؟ يعني الجهات الدولية ربما رحبت بهذا العمل في التراجع عن الحرب في أوكرانيا وأخذت مواقعها، وكذلك خلخلة الوضع الروسي هو لصالح الطرف الآخر في الحرب ضد الروس. أما يعني الجهات الداخلية، أتوقع هناك استياء عارم ضد بوتين، خاصة في الحالة العسكرية والحالة الاقتصادية، وهناك انشقاقات في الجيش، بعض القادة وبعض الجنود الذين لم يقاتلوا بريغوجين وفاغنر وربما انضموا إليه لأنهم ساخطين على سياسة بوتين العدائية باتجاه أوكرانيا، وكذلك الخسائر العسكرية الكبيرة، أكثر من 150 ألف مقاتل روسي قتلوا، هناك أكثر من 2500 دبابة. إذن هناك يعني حصار غربي شديد على بوتين وعلى روسيا، وبوتين الذي كان يخطط بأنه خلال أسبوع أو أسبوعين ستنتهي المسألة وتنتهي الحرب أو العملية العسكرية التي سماها في أوكرانيا، ويعود الجيش الروسي منتصرا ويصبح بوتين زعيم لدولة روسيا الجديدة التي تضم أجزاء من أوكرانيا وأجزاء من جورجيا وبيلاروسيا وباقي المناطق. سيادة العقيد، حدوث هذا التمرد بعد أسابيع قليلة من صدور تقارير مسربة من قبل البنتاغون تحدثت عن احتمالية حدوث انقلاب عسكري على بوتين، كيف تفسر هذه التقارير المسربة من قبل البنتاغون؟ المخابرات البريطانية والمخابرات الغربية ليست يعني نائمة أبدا، هي تعمل بشكل كبير على يعني خلخلة الوضع السياسي والعسكري في روسيا نتيجة الاعتداءات الروسية الكبيرة، ونرى بأن بوتين ومخابرات العسكرية الروسية نرى بأن فلان معارض قتل مسموما أو من وقع من شرفة بناية في بعض المدن أو غيره، لذلك بوتين الذي يستخدم كل الأساليب القمعية ضد معارضيه، فبالطبع بأن الانقلاب العسكري يكون أسهل عمل من الحرب الخارجية التي ربما تكلف، ونرى بأن بوتين وغيره من قادته يهددون دائما بالأسلحة النووية لأن روسيا تمتلك المخزون النووي الذي يمكن أن يدمر العالم مرات عديدة جدا، لذلك الانقلاب العسكري هو الأسهل، وربما تكون الولايات المتحدة والمخابرات الغربية تعمل على هذا الأمر، ولكن بريغوجين ليس هو الشخص الذي ربما أن يقوم بعملية عسكرية، لأنه ليس مختلفا عن بوتين، ليس هو معارض للحرب ضد أوكرانيا، ولكن هو يتهم القادة العسكريين بالتواطؤ وبعدم الجدية في قتال الناسيين. عبر سكان من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لكم.